في صفاقس رجل يهدي خطيبته سيارة بمناسبة عيد ميلاد. اي حاجة بيه. حاجة بيه. اي. ينصير حاجة بيه. قلنا حاجة خايبة. اي. اي رأيك. حاجة بيه. مادام يكون يحبها كل شيء اكيد باش يهديل. اكيد باش يهديل مادام يحبها. مش على خاطره لابس عليه. هي مو زاد لابس عليه صحيح وكل شيء. كهو مادام مرتو اخي سامح خطيبته خطيبته اثنين ينجموا ربي بقى لي من الستر ما قلت شيء ينجموا مثلا تفركش كده هو قال المصري الخطوبة وكل كريبة مشيت على روح تنجم تكون هي بنت حرام علي عاد واخده صبور علي عاد شنو تعمل تنجم ولا هي تنجم تكون معاه على خاطر الفلوس مثلا زعما ايه عادش بيتنسل منه اخي هذيك هي مجتمعنا ذاك وتويك سامحني باش تجي تصحبه على سويد عينيه ما هي تاكا كوم كوا خطبه هاك تنسل منه حاجه وكل شيء بو انا مش برشا ايه مش برشا ماني ما فما برشا بنات كيكره انت هكاك لا انا مش مكان نوع هذاك انا لو خيطت عمي و ما نقولك علاش خاطر قاعده نشوف في برشا بنات و... شفت صاحبتك وفما من صاحبتي وكل شيء وقاعدة نشوف وكل شيء حتى ريتك تجي تحكي لها على حاجة اي تقول لك كيك انا سامحني هاني نعيش حياتي كان لبس عليه كان حبيته حبيته ما حبيتوش هاني نسل منه حاجة ونمشي على روح ينجم يفكهم لها في الاخر اي ما كيك لي وليا ربي وانت صحبتي مرة رجل على خاطر فلوس ليه ها انا ما صحبتش لحقيقة جملة عن حب ديما ديما عن حب وفي سادي وديما ناكلها انا في الاخر معناها الحب ما يوكلش بالرسمي الحب بالرسمي اكتشفت اللي هو ما يوكلش بالحق اي باهي خطيبك ولا صاحبك شنو هديلك اغلى حاجه هديهالك مانيش ما صاحبتش مانيش مصاحب التو مازال سيليباتي للتو للتو تو مش قلت الحب ما يوكلش كليت على راسي اي صحيح وكل شيء تجربه ما جاكش فيها كادو هذاك اش قصدت يعني نحكي على كادو جاني ما فيها منقيله منقيله ذهب ليه تاكي بالرسم ذا تو هي كرهبه شوفي هي ضربت على قلبها كرهبه سعود اش باش نعم مش تعرف تزنو صاحي كل واحد وسعده كل واحد شنو كاتب له في الدنيا هذيك لازم انت هكا نهار اخر خطيبك يهدي لك كرهبه والله ديما الحاجه انا اللي نقولها ديما انا نؤمن بربي وما عندي ربي مش بعيد والفايده راه مش انه يهدي لي كرهبه ولا حاجه فايده عينيه راه واو سامحني انا ما حشتيش باش يهدي لي كرهبه ونشوف يخون فيا من بعد وكل شيء عادي فايده في الهنا واحد يعيش عيشه محلاها وعلى ثقه وكل شيء ما مش معناه مربوطه كهو معناه راه هو هدي لي حاجه معناه راه هو يحبني وماهوش باش يخوني كل شيء ليه لازم افعال اخي هو الحب هكاك ما هو افعال وكل شيء وكون راجل وكها وديما نقولوا نحن اللي مكتبونا ربي هذاك هو اللي باش يصير وكها